بيك عبران، مرحبا بيك. اهلا وسهلا بيك. سلم على مرت مسكينه تبكي من القبيله. كيفاه عمران؟ نبكي بالدم شحت، لا عاد عندي دموع لا عاد عندي واحد. أو تحبوه برشا بشار. هذاك عيني يا عبد الرزاق. راهو تربينا مرضع مرضعينها من الزور، مانيش كي معناها مانيش معناها اكلي معناها فقس عنا كل شيء كبر عنا كل شيء فهمت؟ عندي سبع سنين في تونس واسال علي انت. انت في سبع سنين تخدم في تونس؟ هو من 2017 يخدم في تونس ويخدم في السكر ويخدم في القهوه كلها في العوين يخدم فيها هو فهمت؟ وقت سنين الله غالب ترى كيفاش زرف التاركي دايم الفرخه الله انا قاعد معاه ما قاليش راني ماشي ما قالكش انت ما قالني قاعد معاه شهرين راه في تونس في تونس انا نعدي في عبد الرحمن مامي عملت زوز عمليات قاعد عنده وهو اللي قام بيا في السبيطار ايوه فهمت وما حسيتش عليه حتى حاجه ما حسيتش عليه حتى شيء نهار واحد قوت عندي عمليه ديريكت باش يهزني صايم تفضل القصه كيفاش هزني صايم للسبيطار عبد الرحمن مامي فهمت ما ندريش شنو شاف عندي مشكله ولا هذا الطبيب عيط له نسمع فيه يقول له فما عنده ستريس ولا حاجه هذه نسمع فيه قال له رجحوا لي نهار الجمعه نهار أربعة نهار أربعة اوت روحنا في العشيه كي قال لي بابا نهزك للبحر قلت له لا اختاني قرثين وبرتين وغرز واحد ما قال لي لا والله هاي هذه للبحر هو واحد مالي مش كامروني هي قالت كامروني هو مالي من مالي عمت معاه باش تعوم في البحر لا باش نحي الاكسريس هما عام هو صاحبه فهمت وانت قعدت انا قاعد البر في العشيه مشينا بحذي خوه يخدم في قهوه مساميه فهمت في حي الناس واضح خوه هاي حي سمس في فهمت قال لي بابا راني ماشي لسوسه غد لبيز قلت له مكبش فيه قلت له ما تمشيش خلاص قال لي لا بابا راني ماشي لسوسه مش ندبر كونتراتو تاع من يوم باش نخرج لقطر عندي شكون باش يخرج هذا اللي صار بيني قلت له لا ما تمشيش المالي يتكلم بالعربي شويه كي بك مشي لقطر من لا ما عنده باسبور هو عنده باسبور ما عنده الاوراق هو الباسبور هو لني خلاه في الدار واضح دونك مش باسبور قال لي باش ندبر كونترات فهمت كلمته سي عبد الرزاق 10 مكالمات اخر مكالمات ست نتاع دقيقه ست ودقيقتين كي نحس بيه كي يلهث هكا يجري في جرة حاجه كيما يلهث معناها في المكالمه الاخرانيه معاه اي سته وتحس مضطرب ويلهث كاينه يجري سته ودقيقتين تاع الصباح تاع العشيه تاع العشيه اي قلت له وين انت؟ قال لي بابا ما جيت فاش نروح تو غدوه نجي لهذه الساعه اكاو اكاو قعدت ثلاث ايام هكاك حتى سلمت في العمليه وسلمت في روحي ومشيت لبرج الوزير قدمت شكايت انا خبرت عليه يطلبوني في شرقيه نهز له تصويرته ونمشي قبيت لهم التصويره نتاعو وزدنا رجعنا في فيفري قالوا له معنا عليه حتى خبر معناتها ما فماش خبر ما فماش خبر سامحني مش باش نفجعكم انا الحقيقه اللي يعني برشا توفي وخرجوهم من البحر ما هو مش ما لقاوش ما قوليش ما بعد زعلان المره فهمت اي ما فماش حتى تكون في السفاق هي ذا خبر معناتها باهي في فيفري يعني مادام ما فماش سي مركز تاع الشرقي رجعنا ممكن تعدى وصل يبقى هذيك اما السؤال الخطير انتم تحبوه وهو يحبكم كيفاش خرج لبرا وما يكلمكمش هذا سؤال خطير هذه انا ما نحيرش فيها انا مخي يمشي في حكايه عبد الرزاق فهمت الحمد لله نخزر لك في التلفزه تبارك الله اني وصلت قدامك مش فهمت المشكله فيش تعمل مزيه لا ما حشتيش لا بالفلوس وكبتي راه باش تعمل مزية عندك شي مواصلات كان في الحبس في ايطاليا خلي يكمل العقوبة نتاعو اي والمهم لاباس المهم لاباس المهم لاباس كان فماش اثار نتاع حوادث ولا الغر اللي غرقوا ما علموش عليهم هاني مبلغين نحن ذي قاعد مبلغين انتم هاي مبلغ اي ما من قوت عمناه ولا اليوم فهمتك الله لا يقدر كان جرت له حاجه راهو خرجوه راهو خرجوه رمك نقول فاله اما زاد السؤال الخطير كيفاش يمشي وما يكلمكمش هذايا اللي قلقني انا شويه قلتك راهو هذايا اللي ما 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 ساعات قباكش في السجن انا راهو ما تعرفش راهو هل يعلموا العائله ما يعلموش يا يقول لهمش ما عنديش عائله خاطر نعرف في مراكز الامن كي يشدوا واحد والسيد وكيل الجمهوريه يأذن بالاحتفاظ به قانونا وجوبا
انه يعلموا عائلته. يعلموا صحيح. لكن كي هو يخبي تقول لهم انا ما عنديش عائله، انا وحدي نعيش، شنو باش يعمل؟ يتصرفوا ويعديوها للسجن، فهمت؟ معناتها ماك تعرف الشبيبه والجرائم لا بعيد على كل شيء. قلت لك ليه ما نعرفوش نحن؟ ما نحطوا الاحتمالات الكل، نحطوا خرج ايطاليا، نحطوا في السجن. هنا كي نقول خرجوا في السجن خير من حاجه اخرى يا بابا. معقول. يا خويا خير من حاجه اخرى. غير لا قدر هنا نولي هنا نفركسوا على الحاله هذيك خير من حالات اخرى. نامل بالقضاء والقدر. صحيح. نامل بالقضاء والقدر. بقينا تو ماكش الشمس باش تزرق على ايطاليا باش تلوج على فين ولا حاجه. نحن يتفرجوا فينا في ايطاليا وعندنا اصحابنا في ايطاليا وعندنا مسؤولين في ايطاليا. اللي باش يراه هو باش يعرفوا وبشار باش يتصلوا بينا. هذا من هذا متاكدين، ورقم تليفوننا موجود في البرنامج. باش يتصلوا بينا باش يقولوا لنا راه بشار في البلاصه الفلانيه موجود ولا كذا. معقول. انت تحبوا ياسر؟ يا ربي ربي اكثر واحد في اولاد اكثر. هذاك شبيك هذاك هو عيني هذاك يزاي هذاك اللي قلت لك تقيمت 3 ملايين صرفهم علي بشار. عملت هاي وهي رجلي قصيت على الدويه. لقيت ولدك في المرض؟ نعم لقيت ولدك. هذاك هو اللي قايم بيه كرني طايح وهو اللي صرف عليا. و قلت لك جيت 3 ملايين و 800 و 700 سبيتر عبد الرحمن مامي. شو يخدم في تونس؟ يخدم في قهوه قهوه مضخمه شويه اي سالون دو تي.